يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير حاضرا وموجودا ينتظرها، والخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. فافعل الخير ولا تنتظر شكرا أو ثناء من أحد، وتذكر أنك ستجده حاضرا عند الله يوم القيامة. وما عملته النفس من سوء تجده حاضرا في انتظارها أيضا. والسوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. واجتنب السوء فإنه هم في الدنيا وحسرات يوم القيامة. وتتمنى النفس لو أن بينها وبين السوء أمدا بعيدا، والأمد البعيد هو الزمان البعيد أو المسافة البعيدة. ويحذركم الله نفسه في يوم القيامة فاحذروه، وخافوا بطشه وشدته وقسوته وعقابه وانتقامه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فاحذروا ذاك اليوم قبل فوات الأوان. ولكن لننتبه جيدا، تكرار نفس التحذير يدل على عظم الذنب. وتعليق العقوبة بالنفس والذات الإلهية أشد، ومع شدة عقابه فإنه رؤوف بالعباد. ومن رأفته ورحمته أنه حذر العباد قبل العقاب، وأنه بدأ بالخير قبل الشر، وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وأنه يعفو عن الكثير والكثير من ذنوب العباد. نسأل الله العظيم توبة قبل الممات، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.